أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من فضاء حر، نناقش فيها تحركات بعض الناشطين في عواصم العالم من أجل السلام تزامنا مع ذكرى التدخل العربي. هل تنتصر للدولة؟ هل تنتصر هذه التحركات للدولة أم تشرع للانقلاب؟ اليمنيون جميعهم متفقون على ضرورة إنهاء الحرب واحتياجهم للسلام، للسلام الدائم والشامل، غير أن وجهات النظر التي تتصدر الإعلام والمحافل الدولية تتقاطع حول كيفية الوصول إلى السلام وماهية المعالجات. ففي حين تؤكد الحكومة اليمنية نزوعها إلى السلام وضرورة إيجاد تدخل دولي يعالج أسباب الحرب ويحاكم المتسببين فيها، يرى بعض الناشطين أن الحرب يمكن أن تنتهي بإيقاف نتائجها. وبين هذين الرأيين يرزح اليمنيون في أوضاع إنسانية صعبة ومعقدة في ظل غياب الدولة عن عدد من المحافظات التي لا زالت تحت سيطرة تحالف الانقلاب أو تلك التي لم تتمكن الدولة من بسط نفوذها فيها بشكل كامل. وتأتي فكرة الانحياز للدولة في حربها مع المتمردين كمساحة لتلاعب البعض بوصف الدولة طرف حرب يجب أن نتحاشى الانتصار له، واعتبار ذلك تناقضا مع مبدأ الحياد. وهذا ما ظهر بشكل بارز وجلي في تحركات عدد من الناشطين على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا في الآونة الأخيرة بشكل ملفت للانتباه، خاصة أن الخطاب الذي تتبناه هذه التحركات لا تشير إلى حقيقة ما يدور في اليمن، وإنما تجتزئ بعضا منه بما يخدم طرف الانقلاب ويتستر على جرائمها، وربما وبما يجعل الحلول مفخخة ودائرة الصراع مفتوحة على كل الاحتمالات للنقاش حول الجهود المجتمعية والحكومية لتوضيح حقيقة ما يحدث في اليمن وسبل التوصل إلى سلام. سيكون معنا من واشنطن الناشط السياسي إبراهيم القعطبي، ومن لندن الناشط الحقوقي البراء شيبان، وسينضم معنا من القاهرة الصحفي وضاح الجليل. ونبدأ مع الأستاذ البراء شيبان من لندن، لأن يتوفر معنا السيد إبراهيم القعطبي. بداية السيد براء، مرحبا بك. مرحبا بكم. سوف أبدأ معك أستاذ البراء من حيث تفسيرك لتوقيت هذه التحركات الحقوقية على أكثر من جبهة. نعم، بالنسبة للتحركات الحقوقية أو السياسية أو ما يقوم به الكثير من الناشطين، حقيقة هذا ليس أمر بجديد. منذ العام 2011 نشط الكثير من الشباب في المجال السياسي والاجتماعي والحقوقي وحتى الاقتصادي، و في إطار العمل منذ ما حدث منذ العام 2011 هناك تباينات كثيرة وآراء مختلفة، كلها كل شخص يعني يرى توصيف الوضع بطريقته هو. بطبيعة الحال بسبب حدة المرحلة وأن هناك صراع مسلح وحرب وانقلاب منذ العام 2014، تختلف الآراء وتكون الآراء أكثر حدية. بالنسبة لما يقوم به في هذا التوقيت، طبعا هو التوقيت واضح، ولأنه مر عامين منذ تدخل المملكة العربية السعودية أو التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في الحرب في اليمن. وإن كان أنا توصيفي الشخصي أن الحرب بدأت منذ العام 2014 منذ أن تم الانقلاب على السلطة. نعم البراء، يعني هذا هو السؤال. كنت أسألك عن دلالة هذا التوقيت عندما يعني تتحرك أكثر من منظمة وأكثر من طرف محلي، خاصة أنها منظمات طالما تحدثت عن مهنيتها وعن حياديتها في توقيت، هذا التوقيت يتزامن مع أو يتطابق مع رؤية طرف من أطراف الحرب وهم الإنقلابيون الذين يتعاملون مع الحرب باعتباره بدأ مع عملية التحالف العربي، كيف يمكن تفسيره؟ أنا أعتقد هذه نقطة مهمة للغاية. بالنسبة للكثير من المنظمات الحقوقية وبعض هذه المنظمات، أنا اشتغلت معهم في بعض الأحيان، أو على الأقل حاولنا أن نتبادل بعض المعلومات في فترات مختلفة. هذه المنظمات باختصار من ناحية عملها الحقوقي أنا أعتبرها محايدة.
من ناحية آراء الناشطين اللي فيها السياسية هذا أمر مختلف، كل شخص منا لديه موقفه السياسي. هناك عمل مهني يجب أن يتم سواء من منظمات، على سبيل المثال وأنا هنا أسمي بالتحديد مثلا منظمة مواطنة، أو هناك عمل موقف سياسي يتخذه بعض الأفراد. هذا الموقف السياسي من حق أي شخص أن يكون له موقف سياسي، سواء من الحكومة الشرعية، سواء من موقفها تجاه ما يحدث من حرب أهلية في اليمن، موقفها من التحالف العربي. كل شخص وكل طرف لديه موقف ورأي سياسي في هذا الموضوع. هذا لا يضر ولا يخل بمسألة المهنية عندما يتم تقديم تقارير حقوقية أو منهجية في العمل على الأرض. لا لم أفهم يعني سيد البراء على أي أساس اعتبرت بأن منظمة حقوقية لها موقف سياسي وتكيف عملها الحقوقي بناء على هذا الموقف السياسي، بأنها يمكن أن نصفها بالمحايدة، وأنا أتحدث الآن عن منظمات من جميع الأطراف وليس فقط من طرف واحد. يبقى معنا سيد البراء، نستقبل الآن عبر سكايب السيد إبراهيم القعطبي الذي انضم إلينا من واشنطن، وأبدأ معه بنفس السؤال الذي بدأته معك سيد البراء. كنت أتحدث عن توقيت هذه التحركات ودلالاته سيد إبراهيم بالنسبة لعدد من المنظمات والناشطين. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا شكرا لك ولمشاهدينك الكرام. في اعتقادي أنه يعني الشبكة، ما يسمى بالشبكة الناعمة للانقلاب الذين يعملون لصالح ميليشيات الحوثي وصالح، هي تتحرك على الدوام، يعني على أجندة معينة وعلى نقاط يعني انطلاقة معينة، ولديهم نفس الفلسفة الذي يتحدث بها ميليشيات الحوثي وصالح بالداخل وأيضا في الخارج. النقطة الأهم هنا أنه من وجهة نظري كمراقب للشأن اليمني، أنه كلما حصلت مظاهرة محسوبة على المخلوع صالح والحوثيون في ميدان 70 تحرك هذا اللوبي وانطلق، يعني أنه يستخدمون ذلك كأرضية للانطلاقة، يعيدون صالح والحوثيين إلى الواجهة وأنهم قوة لا يمكن استبعادها ولا يمكن الحل السلمي إلا من خلالهم ولا يمكن حسم الأمور من الناحية العسكرية، ومن ثم ينطلقوا من هذا الأساس. لأنه هناك صور في بعض الجرائد الغربية التي لها يعني ناس على اتصال مع بعض من يعملون في الناحية الإعلامية من قبل ميليشيات صالح والحوثي، ومن ثم يروجون لأهدافهم من خلال أنهم يبحثون عن السلم وعن الشراكة وأنه لا يمكن للحرب أن تنتهي إلا بالمفاوضة معهم. فهذا لوبي اصلا مدروس وينطلق من صنعاء ومن ايضا الضاحيه الجنوبيه في 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 لبنان، وهذا شيء واضح. تشوفين الزيارات المتقطعه لهؤلاء الناشطين، يظهرون يعني مره في لبنان ومره في عواصم غربيه ومره في العاصمه صنعاء، ولا يتعرضون لاي مضايقات، وليس ذلك أكثر، لكن تابعي المقابلات حقهم، تابعي ما يكتبونه. نعم، إذن تطابق هذه التحركات وهذا الخطاب تماما مع خطاب وفلسفة الإنقلابيين في صنعاء. هذا هو السؤال الذي سأحيله الآن إلى السيد البراء من لندن. براء، هل تعتقد بأن تطابق هذا الخطاب وغياب أي ذكر للإنقلاب بوصفه الجريمة الأكبر التي حدثت في اليمن، وأيضا غياب تام لإيران وتدخلاتها في اليمن ولجرائم الحوثيين من خلال ما تتبناه هذه المنظمات، هل هو من قبيل الصدفة؟ أولا من البداية أنا لا أعتبر أن هناك تبني لخطاب الحوثي بشكل واضح من الناحية المبدئية. النقطة الثانية، منذ العام 2011 هناك تباين في وجهات الآراء حول مختلف الأحداث، كان هناك تباين حول الموقف من المبادرة الخليجية وكانت هذه التحركات موجودة، كان بعدها هناك أيضا تباين وآراء مختلفة، وكان نفس الناشطين بعض الحين حتى ينتقدوا الحوار الوطني، ومع هذا تم الحوار الوطني.
الآن المسألة هناك موقف عن عودة الحكومة الشرعية وكيف ستعود الحكومة الشرعية وما هي الآلية وما هي آلية الحل السياسي في اليمن. هذا لا يجب أن يثني الحكومة الشرعية عن مهامها الأول وهو العودة إلى داخل الأرض، ولكن أن نعتبر أن هؤلاء الناشطين هم المشكلة وأنهم يتبنوا خطاب الحوثي، أنا لا أعتقد أن هذا صحيح. نحن لن نتحدث عن المشكلة البراء، نحن يعني من خلال مراقب بأن هذا الأداء الذي يتماهى ويتطابق تماما مع خطاب الانقلاب بل ويتستر على جرائمه ويوجد يعني مبررات وأسباب لما للجرائم التي ارتكبوها بالحديث عن ضعف أداء الحكومة في المرحلة الانتقالية ومن ثم أن عدن غير صالحة الآن لأن تكون عاصمة وأنها يعني معقل للإرهابيين، كل هذه الادعاءات الكاذبة في معظمها، كيف تفسرها أنت؟ أنا أتحدث، إذا وجدت مثلا على مستوى منظمة مثل منظمة المواطنة ورأيت تقاريرها تتحدث عن الضحايا، التقارير التي اعتمدتها بطريقة منهجية لم أرى فيها أي انحياز لدى جماعة الحوثيين، وحتى عندما عمل التقرير عن تعز وصفت أن الصراع بدأ عندما دخلت ميليشيات الحوثي واستخدمت السلاح بالقوة على المواطنين داخل تعز. هذه منهجية العمل. أفراد الذين موجودين داخل هذه المنظمات لديهم آراء سياسية، من حقهم أن يكون لديهم آراء سياسية، يجب لا يتم فقط كون أن لديهم رأي سياسي، المهم هو أن لا يبرروا للانقلاب، أن لا يتم التبرير لجماعة الحوثي، ولا أن يحسبوا وإلا فهم يعني يصبحوا ناشطين من ناشطين جماعة الحوثي. إلى هذه اللحظة أنا لا أرى أن كثير من هؤلاء الناشطين الذين تحدثوا عنهم لديهم مثل هذا الحياة، سواء الذي تحدث عنه زميلي وصديقي إبراهيم أو عما تتحدثي فيه أنت يا أسوان. طيب البراء، أنت تتحدث بأنك لم تلاحظ بأن هناك انحياز، بأنك يعني تبرر بأن يكون لديهم موقف سياسي، لكن أيضا نرى بأنه اجتزاء جزء من المشهد مما يحدث في البلد والتركيز عليه والتجاهل جزء آخر مما من القصة، هو أيضا يعد شكل من أشكال الانحياز. البراء، دعني أيضا أحيل هذا الكلام إلى السيد إبراهيم. إبراهيم، يعني البراء يرى بأنه هذه الطروحات أو هذا الخطاب الذي تتبناه منظمات من قبيل المنظمات الموجودة الآن في الولايات المتحدة والتي احتفت بالذكرى الثانية للحرب من وجهة نظرها، والتي اعتبرت بأنها بدأت في 26 مارس، هو عمل غير منحاز وعمل مهني وموضوعي. أنا أولاً خليني أكون صريح، أنا لا أتكلم على منظمة مواطنة أو على الأخت رضية المتوكل في هذا الأساس، نحن نتكلم هنا على فريق متكامل آخر، يعني من اللوبي المحسوب على ميليشيات الحوثي وصالح، وأنا أتكلم هنا على وزراء سابقين ووزيرات سابقات، أتكلم هنا على يعني أبناء مسؤولين، أتكلم هنا على يعني سفراء موجودين الآن في واشنطن، على مسؤولين كانوا محسوبين على المخلوع صالح قبل أن يتم إقالتهم من السفارات، هؤلاء كلهم لوبيات، ونحن لا نتكلم على يعني من ناحية وهمية، فليدخل كل المشاهدين الكرام إلى صفحاتهم وإلى اليوتيوب ويرى عن ماذا يتحدثون في جامعة هارفرد وفي جامعة جان هوبكنز، في الجامعات التي أصلا تؤثر على مصدر القرار الأمريكي. أنا لا أحمل هؤلاء كلهم بما يجري في اليمن، ولا أحملهم أصلا يعني التأثير الذي يعني أنه كله ما يحدث هو بسببهم، لكن هم يشوشون النظرة نحو اليمن على أساس أنه ما يجري في الجنوب كله عمل قاعدي، كل الكارثة بسبب الحوثي، بسبب الرئيس هادي. لا يتحدثون على ما ترتكبه ميليشيات الحوثي. صالح قبل أسبوع يدعو الذين زارونه من محافظة صنعاء بقتل المواطن. نعم، إذا أن تحل المشكلة مع السيد إبراهيم القعطبي. أتحول من جديد إليك السيد براء، أنا أعرف أن وقتك اليوم ضيق معنا، سوف أستنفذ الأسئلة معك. السيد البراء، بزيارة بسيطة لموقع عدد من هذه المنظمات التي تحدثنا عنها والتي هي في سياق حديثنا، منظمات ليست فقط منظمات محلية وإنما منظمات دولية تدعمها وتتماهى جميعها مع هذا الخطاب وهذه التوصيفات، يعني في زيارة بسيطة
بسيطة يمكنك أن تفهم توجه هذه المنظمات؟ يعني ستجد ربما عشرات المواقف والبيانات والتصريحات المتعلقة بطرف معين وهو طرف السعودية والحكومة الشرعية وأخطاء المقاومة، مقابل ربما واحد في المئة أو أقل أو في هذا الحدود فيما يتعلق بجرائم الحوثيين. يعني هل تعتقد أيضا أن هذا التوجه أيضا طبيعي ومنطقي؟ طيب، بالنسبة مثلا عندما تحدثنا بشكل واضح وصريح وبدأنا نضع أسماء، حتى الأخ إبراهيم لم يستطع أن يعتبر أن منظمة مواطنة لا تقوم بعمل مهني، ثم وسع النظرة إلى اللوبي الكبير الذي يتبع الرئيس السابق علي عبد الله الصالح. وهنا يجب أن نفرق، لا يجب أن نحشر الناس كلهم في زاوية ضيقة ونعتبرهم كلهم طرف واحد ضد الحكومة الشرعية. الحكومة الشرعية ليس الكل مؤيدينها، هذا طبيعي، وأنا أعتقد حتى لو عادت الحكومة إلى داخل البلد ستجد لها معارضين، هذا هو الوضع الطبيعي في أي دولة. لكن أن نحشر الجميع وأن نقول أن كلهم جزء من اللوبي، ما هي، أعطيني مؤشر واحد سيد البراء لحيادية مثلا منظمة مثل منظمة مواطنة. يعني أنت يمكنك الآن وربما أنت من الناشطين الذين يتصفحوا يعني مواقع هذه المنظمات، لو دخلت الآن صفحة منظمة مواطنة ستجد يعني مواقفها واضحة، يعني وتوجهها واضح، احتفائها بالذكرى الثانية للحرب وتصنيفها للحرب على أنها حرب السعودية على اليمن. يعني كيف يمكن تفسيره؟ من ناحية الوقوف ما بين في مسافة واحدة ما بين كل الضحايا، إلى الآن لا زلت أعتبر منظمة مواطنة تقوم بعمل مهني. كيف لا براء، رجاء، يعني يوميا اليوم والبارحة وقبل البارحة وخلال هذا الأسبوع سقط عدد كثير من الضحايا المدنيين بسبب القصف العشوائي للحوثيين. هل نجد هؤلاء الضحايا يذكرون في صفحات هذه المنظمات في مواقعهم وبياناتهم؟ جيد. كما يحدث مع ضربات التحالف. الطريقة التي تعمل فيها المنظمة بشكل واضح وقد وضحتها في أكثر من بيان، قالوا نحن نقوم بعمل بحثي يأخذ دائما وقت، وعندما تقوم بعمل ميداني قاموا بإصدار الكثير من التقارير، وبالعكس عندما ذهبوا إلى كثير من العواصم الأوروبية السنة الماضية كانت الأخت رضية في بروكسل وقدمت بيان وصفت فيه ما قامت به جماعة الحوثي بشكل واضح ومهني للغاية. هناك عمل كبير لدي الأشخاص موقف سياسي، هذا من حقهم، من حق كل شخص أن يكون لديه موقف سياسي، ولكن المهم أن يكون عمله الحقوقي مهني، والطريقة المنهجية التي تتبعها المنظمة في تقاريرها إلى هذه اللحظة لم أستطع أن أجد شخص واحد يقول أن هذه الحادثة التي وثقتها منظمة مواطنة لم تحدث على أرض الواقع. نعم، البراء شيبان، بطبيعة الحال يعني لا يحتاج أن تكون شخص أو طرف غير مهني أن تختلق قصة من العدم. يعني الأمر يتطلب منك فقط أن تتجاهل جزء من المشهد وتركز على الجزء الآخر. دعنا أيضا نشرك معنا في هذا النقاش سيد وضاح الجليل الصحفي من القاهرة. سيد وضاح، مرحبا بك بداية، وكيف تتابع تحركات عدد من المنظمات والناشطين الحقوقيين في توقيت واحد وهو ما اسمه بالذكرى الثانية للحرب، في إشارة إلى التدخل العربي والاحتفاء في أكثر من عاصمة عربية، وهل تجد بأن هذا العمل الحقوقي بين قوسين مهني ومحايد؟ مساء الخير لك ولكل المشاهدين، وأشكركم على هذه الاستضافة. في الحقيقة أنا أود أن أعقب بشكل بسيط على الأخ براء شيبان. هو أدان نفسه في الحقيقة في البداية، قال أن الكثير من الناشطين الذين يدور الحديث حولهم حاليا هم أصدقائه، وبالتالي هو لا يريد أن ينتقد أصدقائه ويتحدث عنهم بصفتهم ناشطين حقوقيين ولهم آراء سياسية. هذه ليست آراء سياسية، هم لا يقولون نحن نعبر عن آراءنا السياسية، هم يقولون أن ما يؤدونه هي مهام حقوقية وأنشطة حقوقية بعيدة عن أي نشاط حقوقي وبعيدة عن أي انتماء لأي طرف. حاليا كثير من الناشطين الحقوقيين أو ما يسمى بالناشطين الحقوقيين
يتجولون في العواصم الغربية وفي أمريكا بشكل مكثف ومركز لأجل إدانة طرف واحد في الحرب أو لأجل تسمية الحرب بأنها صراع داخلي بين طرفين وتزييف الحقائق والوقع على الأرض لأجل الوصول إلى نتيجة واحدة مفادها أن هذا الصراع ليس كما هو أو كما هي حقيقته، ليس صراع بين حكومة شرعية وشعب يبحث عن هذه الشرعية ويحاول استعادتها وانقلاب. هذه الأنشطة المحمومة تتكرر دائما في كل مناسبة، كلما حشد علي عبد الله صالح مناصريه إلى السبعين تحركوا ليقولوا أن هذا الحشد هو تعبير عن أن الأزمة هي أزمة بين طرفين وليست أزمة بين شرعية وانقلاب، وليست أزمة بين الشعب وطرف انقلابي ميليشياوي يفرض قوة. نعم نعم، هذه نقطة إذن سأحيلها إلى البراء كسؤال أخير بحكم أنه يعني وقته ضيق معنا. هذا السؤال الأخير لك سيد براء، هل من حق أي جهة حقوقية لا تمارس عمل سياسي كما أشرت أن تتلاعب بالمفاهيم والمصطلحات وتعريفات وتوصيفات الوضع السياسي في البلد كأن تصف جيشا وطنيا يتبع رئيس دولة معترف به شرعيا بأنهم ميليشيات هادي مثلا على سبيل المثال كما تفعل بعض المنظمات، وأن تصف انقلابا وتمردا ميليشاويا على الدولة بأنه حربا أهلية وغيرها طبعا من التوصيفات؟ نعم بشكل سريع، كون أن هناك طرفين هذا هو الواقع، هناك طرفين، طرف شرعي وطرف انقلابي. كون أن هناك جيش وطني لا يخفى أن هناك بعض الجماعات حتى الذي هي جماعة المقاومة هي 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 لا زالت ميليشيات حتى تنتظم في داخل الجيش الوطني. الموضوع أنا لا أداف فقط مثل ما ذكرت السؤال، لا هو الحديث هم حديثهم عن جيش هادي، يعني هكذا ذكر تم توصيفه بالاسم بأن جيش الجيش الوطني هو ميليشيات هادي. أنا أتحدث الآن عن المقاومة والتشكيلة التي لم تنتظم بعد ضمن الجيش. نعم يعني أنا الذي أقصده هناك تقارير حقوقية تمت من قبل كثير من المنظمات، ما بينها منظمة مواطنة، إلى هذه اللحظة لم أجد فيها أي شيء إلا أن الطريقة منهجية كانت ومهنية. من ناحية موقف الأشخاص بعض الأحيان في بعض اللقاءات أو حتى في كتاباتهم الشخصية أنا أختلف معهم، ولكن هذا رأيهم السياسي لا ينال من 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 التقارير التي لا زالوا يصدروها إلى هذه اللحظة. طيب البراء، يعني هل أنت هل لديك فكرة بأن مثلا كمنظمات مواطنة أصدرت العشرات من التقارير والأفلام والإنتاجات فيما يتعلق بأخطاء التحالف مقابل 2 إلى 3 حول أخطاء الحوثي؟ يعني إذا ما نظرنا إلى العدد فقط، ما بالك إذا ما يعني تعمقنا في مضامين هذه الإنتاجات وهذه الإصدارات؟ صحيح، وهذا موقف ممكن أن يؤخذ عليهم ويتم التواصل معهم في هذا الشأن. ولكن ببساطة أنا أريد أن أقول لك أن هذه المنظمة لا تستطيع أن تخرج تقرير إذا لم تكن هي متواجدة فيه على الأرض. معظم المنظمات لا زالت لا تستطيع أن تتواجد في كل مناطق الجمهورية اليمنية. هم لا يقولوا أن هذا هو الصوت الوحيد. أنا لم أرى أن هناك تقرير يقول هذه هي الحقيقة. معهم رأي سياسي، هذا من حقهم، طبيعي جدا. نعم نعم، أشكرك جزيل الشكر. إذن لديهم رأي سياسي، وربما هذا الرأي السياسي بات واضحا للجميع. ربما لك سيد براء وإن يعني تلكأت عن الإفصاح عنه، أشكرك جزيل الشكر. كنت معنا البراء شيبان الناشط الحقوقي، كنت معنا من لندن. أتحول إليك أستاذ إبراهيم. هناك من يتساءل كيف استطاعت هذه الجماعات والأفراد الوصول عبر أكثر من عاصمة وصولا إلى واشنطن، هذه التحركات على أعلى مستوى، يعني من يدعمها، من يمولها، وكيف استطاعت أن تصل إلى هذه المحافل الدولية في ظل وجود حكومة شرعية معترف بها أيضا دوليا؟ أولا ضروري أن نعرف طبيعة هذه الجماعات أو اللوبي هذا الذي يتواجد في الغرب ويمارس دعما للحوثي ويتحدث باسم الحوثي أو وصالح بغلاف حقوقي وسياسي. وأنا لا أتحدث على شخص على وجه التحديد الآن، لكن هؤلاء الأشخاص أصلا ينتمون إلى نظام صالح السابق
وينتمون إلى أسر تتبع ميليشيات الحوثي ويفصحون عن ذلك تماماً، يعني ليس عندهم أي خجل من هذه الناحية. هؤلاء يعني لهم مصالح مشتركة مع النظام السابق وعم ميليشيات الحوثي، إما أبنائهم إما أقاربهم إما يشتغلون لديهم. هؤلاء يعني ينتمون أيضاً إلى النخب، يعني لديهم المال يتحركون به، لديهم العلاقات العامة ولديهم الفرصة أمامها مقابل حكومة لا تجد كل هذه المقومات والمكونات التي كان لها في الحكم يعني أكثر من 30 أو 40 عاماً، ويدرسون في الخارج، يجدون لغة الغرب، يعرفون كيف يتحدثون معهم. فهذه هي المشكلة، ولذلك ميليشيات الحوثي وصالح تبنت هذه المجموعة تمولها. الانطلاقة واضحة، يعني أنت ترين خط لبنان شغال على طول الخط، معك الضفة الجنوبية في لبنان، عواصم عالمية، يستغلون كل النفوذ الذي لديهم ويروجون لمشروع الحوثي على أساس أنه صراع سياسي في اليمن. نحن نعرف أنه تم انقلاب ميليشياوي فرض على الشعب اليمني. نعم. وعلى ذكر هذه التوصيفات والتلاعب بهذه التوصيفات، وايضا من المهم ان ننوه للمشاهدين الكرام باننا حاولنا الاتصال بالقائمين على منظمه مواطنه، غير انهم اعتذروا عن المشاركه، لذلك سوف نضطر لنقل وجهه النظر التي يمثلونها من خلال بعض التصريحات للنشطاء يعملون في نفس الفلك وفي نفس الدائره. سوف نذهب الان الى مقطع للناشطة الحقوقية سماء الهمداني، وهي الناشطة التي كانت متواجدة يوم أمس في الكونغرس مع مديرة منظمة مواطنة. نذهب إلى هذا التصريح التي توصف فيه الوضع في البلد، نعود بعده للنقاش. يعني هذه المساحة احنا أوجدناها حتى نستمع لوجهة نظرهم برغم عدم وجودهم. اليمن هي الآن تشهد حرب أهلية، وكمان في مناطق في الشمال وفي الجنوب نحن تحت قصف يعني بقيادة المملكة العربية السعودية، وللأسف الحرب سواء كانت هدفها نبيل أو غير نبيل، الحرب هي الاتجاه المعاكس تماما للسلام. ما المقصود بالحرب؟ أنت تقصدين عاصفة الحزم بمعنى التدخل الخارجي لمساعدة اليمن، والذي قيل إنه جاء تلبية لدعوة الرئيس اليمني. هذا هو الذي يقال، لكن للأسف القصف لا يميز في بعض الأحيان ما بين المدنيين وما بين العدوان الذي يهاجمونه. فمثلا يتحدثوا عن أنصار الله وعن الجيش اليمني كعدو، ولكن للأسف الجيش اليمني ليس كله جزء من الحركة الحوثية. أنصار الله المعروفون الآن بالحركة الحوثية. أي نعم. وللأسف أكثر من مرة هذا القصف يشكل رعب للمواطنين المقيمين في العاصمة. مثلا في صنعاء تم القصف على جبل عطان وعلى جبل نقمة، هنالك مخزون أسلحة في وسط هذا الجبل، وللأسف عندما تتفجر هذه القنابل وهذه الأسلحة العاصمة بأكملها تكون في حالة ذعر وخوف، وتخرج هذه القذائف بكل الاتجاهات. نعم، إذن دعني ألخص أبرز ما جاء في هذه المداخلة للسيدة سماء الهمداني، وأنا أتوجه بالسؤال للأستاذ وضاح الجليل. تحدثت الناشطة الحقوقية سماء عن حرب أهلية في اليمن، تحدثت عن قصف سعودي لشمال وجنوب اليمن، وتحدثت عن استهداف سعودي لأنصار الله كما قالت والجيش الوطني، في إشارة إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية، يعني هي وصفته الآن في تصريحها بأنها الجيش الوطني، وهذا ربما زلت لسان توضح كيف تنظر هؤلاء النشطاء إلى الفاعلين في المشهد اليمني أو أطراف الصراع الداخلي. أيضا تحدثت عن انفجار مخازن أسلحة في البلد والذعر الذي تسببه هذه المخازن أثناء انفجارها، لكنها لم تشر لا من قريب ولا من بعيد من زرع هذه مخازن الأسلحة الكبيرة هذه بين المساكن وبين السكان في العاصمة وفي مدن أخرى. ما تعليقك سيد وضاح؟ نعم، من الواضح أن هؤلاء ما يسمون بالنشطاء الحقوقيين يفضحون أنفسهم بألسنتهم. كما ذكرتي لم تتحدث عن من زرع هذه الأسلحة والمخازن في أوساط المدنيين. يتعاطى هؤلاء مع هذه القضايا باستخفاف، يستخفون بعقول الناس وهم في الحقيقة يعملون ضمن أجندة خارجية غربية
ضمن اقصد مصالح القوى الغربيه، وليس ليس الامر كما يعتقد او يظن الكثيرون ان هذا نشاط حقوقي صرف. لنكن واضحين في هذا الشأن ولنواجه حقيقة يتهرب الكثير عن الاعتراف بها. حقوق الإنسان هي أيضا سلاح من أسلحة السياسة، تستخدم للإدانة والشجب، وتستخدم أيضا للانتصار لطرف على طرف آخر. لماذا نرى نشطاء حقوقيون في الغرب يتظاهرون ضد التحالف العربي للسعادة الشرعية في اليمن، ولا نرى أحد يتظاهر لأجل المدنيين الذين يقتلون في المدن اليمنية وتحديدا في مدينة تعز المحاصرة منذ عامين؟ في تعز حدثت مأساة إنسانية يندى لها جبين التاريخ، وما تزال هذه المأساة قائمة. هناك أطفال يقتلون كل يوم، في حين أن هذا الغرب وهذه المنظمات وهذا اللوبي الضخم يتحاشى النظر إلى هذه الأحداث وهذه الجرائم، ويذهب لإدانة طرف آخر هو التحالف العربي. الهدف هو واضح، وأيضا لا يحاولون من خلال هذه الإدانة وهذه الممارسات إدانة التحالف العربي وقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات وغيرها، هم فقط يسعون لابتزازها. ابتزاز هذه الدول معناه مزيد من ضخ الرشاوى من أجل تمرير الكثير من القضايا، من أجل تمرير الكثير من القرارات وتقديم التنازلات وغض الطرف عما يحدث والسماح بالكثير من الممارسات، مقابل ايضا ان يمضي التحالف في سياسته واهدافه. لذلك يمكن القول ان هؤلاء يعملون ضمن هذه الاجنده، وهم لا يعملون لصالح الانشطه او لصالح الانسان اليمني كما يعتقد. النشاط الحقوقي في تعريفه يعمل بمهنية وحيادية، لكن أين هذه المهنية والحيادية في مثل هذا الظرف؟ لا يمكن أن أكون محايدا وأنا أرى طرفا يستقوي على شعب بأكمله بالسلاح الذي اشتراه أيضا من قوت هذا الشعب وأتغاضى عنه. لا يمكن أن نكون محايدا بين هؤلاء الطرفين. نعم، لكن أيضا وبحكم عدم وجود الطرف الآخر أن يدافع عن نفسه، سأحاول أن أستحضر ما قاله البراء دفاعا عن هذه الجبهة. هو قال بأنه هذه المنظمات تعمل بمهنية وبحيادية وبأنها تغطي بين الحين والآخر أيضا جرائم الحوثيين هنا وهناك، ربما في إشارة إلى تقرير الذي صدر عن منظمة في تعز وغيرها من المواقف حول جرائم الحوثي ولو بشكل متقطع وموسمي. نعم وضح. نعم، أنا أريد أن أشير هنا لأن ما ذكره البراء دفاعا عن منظمة مواطنة لم يكن منطقيا. لنقل مثلا لدي أنا مثلا اعترافات من صديق يعمل لدى منظمة مواطنة كراصد في مدينة تعز، قال لي بالحرف الواحد طلبوا منا في إدارة المنظمة طلبوا منا عدم رصد قنص المواطنين. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأن هذا القنص لا يمكن أن تعرف الجهة القناص أو القاتل يتبع أي طرف. هذا واضح أن هناك انحياز وأن هناك تغاضي عن هذه الكريمة. هناك العشرات وربما المئات من الأطفال والنساء والعجائز قتلوا على أيدي هؤلاء القناصة. نعم، برغم أن أبناء تعز يعرفون تماما المربعات الجغرافية التي تتبع كل طرف من أطراف الصراع في محافظة تعز. يعني أتحول الآن إلى إبراهيم، بحكم أنك تابعت يوم أمس تحركات بعض يعني النشطاء في الولايات المتحدة الأمريكية، هل يمكن أن تلخص لنا أبرز ما جاءت في مواقفهم وبياناتهم ليوم أمس في الكونغرس الأمريكي وغيرها؟ بناء على المقترحات التي قدمت بما يسمى من يعني منظمة أو The Yemen Project, Peace Project، هذا يسمى منظمة تعتني بالسلام في اليمن وتدار من قبل رجل أبيض وزوجته، ويعني لها موقع في واشنطن دي سي، وتعمل من خلال الأشخاص الذين واضح توجههم الحوثي ومع صالح. و كانت احد بعض المقترحات التي تقدمون بها اولا انه يسمون الحوثيون بحركه يعني متمرده معارضه ومن الاصليين، على اساس قبائل حمير ومدحج وحاشد وبكيل كلها نقيله او قبائل لم تكن يمنيه وليس لها
أصول يمنية، والمواطنين الأصليين الوحيدين هم الحوثيون. هذا مشكلة بحد ذاتها، لأن المواطن الغربي عندما يسمع المواطنين الأصليين يتذكر الهنود الحمر الذي تم قتلهم في الولايات المتحدة الأمريكية، والذين أخرجوا من بلدهم، وأيضا أنهم أصحاب الحق. هذا يعني مصطلح يستخدمونه بدقة وبكل خطورة، على أساس أن الشعب اليمني كله ما عدا الحوثيين ليسوا مواطنين أصليين، وإنهم أتون من الخارج. النقطة الثانية، يتحدثون على يعني التحالف صالح والحوثي، ولكن لن يتحدثون على أنهم يعني ميليشيات ولا أنهم انقلابيين ولا من هذا المثيل. يتحدثون عليهم كأنه فقط تحالف سلمي، يعني يبدو كذلك، وهكذا يروجون لهذا الخبر. لكن في نفس الوقت يقولون أن من يتبعون علي محسن، كما تعرف علي محسن نختلف معه أو نتفق معه، هو نائبا لرئيس الجمهورية الآن وجزء من الجيش الوطني المحسوب على الشرعية، يحسبون من يقف مع الجيش الذي يقف مع علي محسن بأنه ميليشيات، لكنهم لا يتحدثون على ميليشيات الحوثي وصالح كأنهم ميليشيات، لكن حركة كأنها يبدو من وجهة نظرهم سلمية. يتحدثون على أن التدخل الخليجي أو التدخل التحالف العربي على أساس أنه غير قانوني، وبناء عليه هذا يعني أن الحكومة الشرعية غير قانونية. أنا بغض النظر نختلف على حول تدخل التحالف العربي أو لا، لكن التحالف العربي أتى بطلب من حكومة شرعية، وهذا حق في كل القوانين والشرائع الدولية، يجب أن تطلب حكومة من أي حكومة التعاون لإنهاء التمرد الداخلي، فهذا حق من حقوقها. لكن ربما نختلف حول يعني استهداف المدنيين من قبل التحالف أو من هادي بأنه مخالف للقوانين الدولية وقوانين يعني قانون الإنسان أو الهيومانيتيريان لا، نختلف على هذه الأمور وندين كل الجرائم ضد المدنيين بغض النظر عن ما كان. لكن أن يخرج من هذا كله على إن ميليشيا الحوثي ليس لها صلة بما يجري في الداخل، ليس هل تحدثوا عن جرائم الحوثي والمخلوع في الداخل؟ لم يذكروا صالح مطلقا. ربما عرضت قبل قليل بأن الأخت سماء الهمداني على سبيل المثال كانت تتحدث على قصف خليجي وقصف التحالف العربي اليمني، نعم، لكنها لم تتحدث عن قصف الحوثيين للمعسكرات داخل اليمن، لم تتحدث على قصف الرئاسة من قبل ميليشيا الحوثي، لم تتحدث على اعتقال الرئيس الشرعي، لم تتحدث على قصف تعز، لم تتحدث على قصف عدن وتدميرها. بل أنها وصفت بأن القصف السعودي كما جاء على لسانها يستهدف الجيش الوطني، وهي تتحدث عن يعني الانقلابيين، هكذا جاء على لسانها. نعم أخر. نعم، سأعود إليك أستاذ إبراهيم، سأعود إليك. دعني أتحول الآن إلى وضاح الجليل بسؤال أخير. لماذا برأيك ترتبط هذه التحركات وهذا الخطاب الذي تبناه هذه الكتيبة الحقوقية بالسلام وبعناوين السلام، مقابل أي أصوات أخرى تنحاز للدولة ولخيارات الدولة سواء العسكرية أو المدنية بأنها أبواق للحرب؟ لماذا برأيك راجت هذه الفكرة ويحاول الكثير من النخب المحسوبة على هذا الاتجاه تكريسها لدى الرأي العام؟ نعم، في البداية أعتذر منكم لأن لست مركز بشكل جيد بسبب إصابتي بنزلة برد. كما ذكرت مقدما قلت أن حركة حقوق الإنسان هي أيضا سلاح يستخدم في السياسة والصراعات الدولية والصراعات الإقليمية والمحلية. هؤلاء يتحركون لطلب السلام، يبررون أن السلام هو مطلب اليمنيين، ولا ينظرون إلى حقيقة المشكلة وعمقها وأسبابها، بدون النظر إلى الأسباب المشكلة لا يمكن أن يتحقق سلام. السلام يقوم على مبدأ التكافؤ ومبدأ العدالة، بدون مبدأ التكافؤ والعدالة لا يمكن أن يكون هناك سلام. كيف السلام يطلبه؟ دائما يتحدث عن السلام من هو أقوى، من يعتدي ويمارس الاستعلاء على الآخرين، ثم يخشى من ردة فعل الآخرين ومن انتقامهم ومن مقاومتهم لعدوانه فيطلب السلام. بينما المعتدى عليه والذي يتعرض للاضطهاد والظلم والقتل والتنكيل هو من يطلب العدالة ولا يطلب السلام. لذلك مصطلح السلام هو مصطلح فضفاض وغير حقيقي ولا يحقق أي عدالة. العدالة هي مطلب اليمنيين.
هؤلاء كما ذكرت بالعودة إلى منظمة مواطنة والحديث عن تقاريرها، لنتذكر ذكرت أنا موضوع القناصين، هناك أيضا مواضيع أخرى كثيرة يتحدثون مثلا عن تجنيد الأطفال، يشيرون بالتساوي إلى جميع الأطراف، يتحدثون عن الجيش عفوا عن المقاومة الوطنية المقاومة الشعبية التي أصبحت الآن ضمن قوام الجيش الوطني قبل صدور هذا القرار ضمها الجيش الوطني. كانت المقاومة الشعبية تتضمن بالفعل أطفال، لكن هؤلاء الأطفال خرجوا من منازلهم يدافعوا عن منازلهم وعن حارتهم وأحيائهم التي احتلتها الميليشيات الانقلابية وعاثت فيها الفساد. بالتالي لا يمكن أن أساوي بين الطرفين في هذا الشأن، هناك طرف يقوم بممارسات وانتهاكات ممنهجة. هذا فضلا طبعا فضلا السيد وضاح عن التجاهل التام لجرائم زراعة الألغام وهي جريمة كبرى من جرائم الحرب، إضافة إلى جرائم التهجير وتفجير المنازل على سكانها. أشكرك جزيل الشكر سيد وضاح الجليل، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. وتحول أيضا بسؤال أخير إلى السيد إبراهيم، هناك من يرى بأن هذه التحركات لهذه الكتيبة المحسوبة على طرف الانقلاب هي يتحمل مسؤوليتها أيضا طرف الشرعية وأداؤه الضعيف في هذه الجبهة، كيف تصف أولا هذا الأداء، أداء الدبلوماسية الخارجية اليمنية، وإلى أي مدى تتحمل مسؤولية هذه التحركات وتضليل الرأي العام العالمي من قبل هذه الشبكة كما وصفتها؟ اولا يعني التحرك الاخير لهذه الشبكه المحسوبه على ميليشيات الحوثي وصالح يجب ان نعرف لماذا، لانهم يدركون الان بان هناك تحول جوهري في الموقف الامريكي من القضيه اليمنيه ويتوجه نحو نعم. سيد ابراهيم نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر سيد إبراهيم القعطبي، كنت معنا من واشنطن عبر سكايب، كنا نتمنى نسمع إجابتك الأخيرة، كما أشكر الضاحي الجليل كان معنا من القاهرة، وأيضا كان معنا الناشط الحقوقي البراء شيبان من لندن. في نهاية الحلقة تقبلوا تحياتي، أنا أسوان شاهر ومنتجة البرنامج إلهام عامر، ألقاكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد، في أمان الله.